واحد من اهداف اليوفي امام فيورنتينا. الكره تلعب وبا با 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 جول فعلها الارجنتيني اغوايين وله من جول في الدقيقه الثانيه من انطلاقه المباراه. يفعلها الارجنتيني بدفاع فريق توتنهام ويسجل هدف ولا اروع. تمريره من اروع ما يكون وتسديده من اروع ما يكون من غونزالو اغوايين. اضافه هدف ثاني ليوفنتوس. اغوايين قد يضيع. اغوايين عند الدقيقة التاسعة فعلها غونزالو وسجل هدفه الرابع في دوري الأبطال. فعلها إيغوايين وسجل هدفه الحادي والعشرين في 72 مباراة.